وقعت وزارة الاستثمار وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون لتوزيع 10,000 كرتونة مواد غذائية بتكلفة تبلغ 2,300,000 جنيه. وشهد توقيع الاتفاقية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ومدير عام الجمعية ممدوح شعبان. وتأتي الاحتفالية في إطار استراتيجية الأورمان الهدف للتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات لصالح دعم شرائح غير القادرين. للمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام تنضم إلي مراسلة أون لايف كريستين رياض. أهلا بك كريستين، أعتقد أنك تابعت هذا البروتوكول، هذه الاتفاقية وتوقيعها، ماذا في التفاصيل؟ أهلا بك تاني. مرحبا محمد، وبالتأكيد تابعنا منذ قليل توقيع البروتوكول الخاص بوزارة الاستثمار وجمعية الأورمان عن منحة للبنك الإفريقي للتنمية. هذه المنحة تشمل وصول 2.3 مليون جنيه مصري للأكثر احتياجا في 14 محافظة مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية. تشمل أيضا كرتونة للمواد الغذائية، يعني مساعدة في الشهر الكريم، شهر رمضان الكريم. طبعا عدد من المحافظات كبير جدا، يصل إلى 14 محافظة. يعني هناك تركيز من قبل جمعية الأورمان على المحافظات الحدودية بشكل خاص، خاصة سواء كان سيناء أو ما إلى ذلك، رفح، و ايضا طبعا يعني حلايب وشلاتين. هناك خطه توزيع شامله ستصل اليها الى 10,000 اسره ستستفيد بهذه المنحه التي تقدر ب 2.3 مليون جنيه مصري. ويعني بالمتابعه مع جمعيه الأورمان تابعنا هذه الخطه، خطه التوزيع، وتاكدنا من ان الكراتين او المواد الغذائيه ستصل للاسر قبل انتهاء الشهر الكريم بإذن الله في 14 محافظة مختلفة. شكرا جزيلا لك كريستين رياض مراسلة أون لايف.